ايوه هنا، بسم الله. ايوه الشرطة في كل مكان وعندي 3 نجوم. هلا والله القم. اوه وصلنا على الجبال. بهالفيديو رح ادخل الى عالم لعبة جراند او جي تي اي في بالحقيقة. ايه مثل ما سمعتوا، رح العب جي تي اي في باستعمال نظارة الواقع الافتراضي، فرح ادخل بعالم اللعبة كأنه حقيقي، وفوق كذا لما اسوق اي سيارة رح استعمل مقود لوجيتيك G923، وهذا يعتبر افضل مقود قيادة للالعاب والجيمينج موجود حاليا في السوق. مثل ما شايفين بيجي مقود قيادة ومعاه دعاسات بنزين بريك والكلاتش، والمقود نفسه فيه ازرار فينك تستعمله ككنترولر بشكل كامل غير الدركسيون نفسه. فشكر خاص لشركة لوجيتيك لرعايتهم هالفيديو ولارسالي هالمقود الرهيب. راح تلاقوا حساباتهم كلها موجودة بالوصف، وعلى فكرة هالمقود عليه giveaway باخر فيديوهين توب 10، روحوا شاركوا فيه. فيلا خلنا نبدأ بالفيديو. اوكي شباب، هذا هو بيتي مثل ما شايفين، بيتي الفخم. هاي بيت شخصية فرانكلين من طور القصة. الله الله، شوفوا المنظر الرهيب معاي، والله كأني بالحقيقة بالضبط. ما تخيلت بعمري اني اشوف المنظر بالواقع الافتراضي. اظن هنا حتى شكل السماء والنجوم رهيب. وهنا مسبحي، الله خلنا نقفز على المسبح كذا. اوب راح يجي علي. اوكي لا لا مو مشكله مو مشكله، خلينا ننزل من هنا. ايوه يا رباه يا رباه، قاعد اسبح بمسبحي الفخم مع هالنظاره الرهيبه. هنا المكان اللي مسوي فيه باربيكيو وكذا، وهذا هو بيتي مثل ما شايفين، وهنا عندي كلبي كمان. طيب اظن حاليا الكل ينتظر انه نسوق السياره صح؟ ليش قاعد يعوي هذا؟ اوكي خلنا نروح على السياره، ما علينا منه، ونسوق السياره باستعمال مقود لوجيتيك. اوكي والله متوتر شوي لانه مع نظاره الفي ار تجيني دوخه شوي، فخايف مع سوقان السياره تجيني دوخه اكبر، بس يلا يلا. اوكي ايوه شوي 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 شوي. والله يا شباب شعور حقيقي، حرفيا قاعد اسوق سياره في جي تي اي. اوكي بس هنا لازم اوقف شوي كذا اشوف في حد هنا، في نلحق نطلع. خايف لو سويت حادث ياثر علي، لانه حرفيا انا جوا عالم اللعبه. عادة في جي تي اي تلاقيني هنا نازل سلخ وما همني شيء، بس حاليا لا، مع الواقع الافتراضي لا شوي شوي. ايوه انا اصلا بالحقيقة اعرف اسوق، فيعني هي تقريبا شبه السواقة او نفس السواقة بالحقيقة بالضبط. فاي اوكي خلنا ندعس، ابي مكان او شارع فاضي ادعس فيه. ايوه هنا بسم الله. ايوه اوب ان شاء الله ما اسوي حادث. اوب اوب اوكي 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 اوكي، الحادث كان بسيط بسيط، بس اللي خبطته مات، بس غير كذا بسيط. اوه هنا في عندنا قفزه. اوه اوكي 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 اوكي، لا واضح اني راح ادوخ اليوم. اوكي الحين الشارع مفروض انه فاضي. ايوه بحاول اني ما اخبط اي حد. انا شو صار فيني. طب خلينا نحاول نسوق موتور. الموتور مخيف اكثر، لا 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 الموتور كان
لا 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 انا وين رايح انا وين رايح اوه اوه اوكي 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 العيد 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 اوكي لا خلنا نلف على اليسار شوي كذا. الله شوفوا المنظر الخرافي هنا شيء لا يصدق وعنا عصفور فوق ولا طيارة شكلها. اوكي حاليا عم نتمشى بشوارع المدينة مثل اي مواطن عادي. يا هلا والله يا خوي يا هلا والله. ما حد قاعد يعطيني وجه. السلام عليكم. ما حد قاعد يعطيني وجه. ايوه هنا في شباب المفروض يعبروني صح. السلام عليكم. الو اوه بدهم يتضربوا معاي هدول. تعالوا انا اصلا ابي اجرب شعور المجرم بالفي ار. تعالوا القموه. والله شعور الاجرام. الحين تجي علي شرطة. اوه ار بي جي وانفجر السيارة. هو والله الشعور التفجير بالفي ار خرافي. يا هلا والله. القم القم. لا 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 رح اموت رح اموت ولا القم. ما رح افجرها خلني اقتلهم واخذ السيارة. خلنا نفجر السيارة اللي ورا وناخذ سيارة شرطة بسرعة 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 بسرعة. كم نجمة عندي؟ 4 نجوم. اوكي الان تبدأ المغامرة. شوفوا شكل سيارة الشرطة من الداخل. اوكي الحين الهدف انه نضوع الشرطة. لا وراي سيارات شرطة في كل مكان. فوقي هليكوبتر. اوه هذا شرطي سري. اهرب. الشرطة في كل مكان وعندي 3 نجوم. والله صعب صعب اتخلص من الشرطة بالفي ار. امشي يا ولد امشي. اهرب. على ما اظن خربولي احد الدواليب لانه سيارتي عم تفحط بشكل غريب. ايه خربوا لي دواليب السيارة. لازم اغيرها. لازم اغير السيارة. تعالوا انتوا الاثنين. القموا. لا 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 مو كذا مو كذا. القموا. ايه اوه ابحاث اف بي اي مخابرات صاروا يجوا علي. اوكي. لا لا الشرطة مع الواقع الافتراضي والمقود القيادة شيء صعب شيء صعب. خلنا نكون شوي مسالمين. اوكي يا شباب انا حاليا على قمة جبل وفي مطر وفي مكوك فضائي قدامي مثل ما شايفين. ما ادري من وين اجى صراحة. هي تخزينة كانت جاهزة من النت حملتها وحطيتها في اللعبة. خلنا نشوف اقدر افجرها. ايوه ليك الار بي جي. ما ادري بيتفجر ولا لا. نحاول. اوه ولا ضرب فيه اصلا. اوكي لا واضح انه فضائي فضائي من جد. اوكي شباب صراحة السواقة بهالشكل احسن بألف مرة من السواقة العادية وتاخذ راحتك. بس المشكلة انها مو واقعية وهنا نبي نعيش الحياة الواقعية. فخلنا نرجع. رجعنا الى الواقعية بس هذه تدوخني كل ما العب هالشكل ادوخ والله. طبعا حاليا ابي اروح على البحر لانه ابي اجرب جيتسكي اللي هو الموتور اللي على المي. بس ما ابي ادعس اي حد لانه مو ناقصني شرطة صراحة. ايوه هي جيتسكي هناك ان شاء الله يشتغل يا رب. ايوه ايوه يشتغل مع المقود. والله يا عيال شعور خرافي. ترى انا راكب جيتسكي بالحقيقة تقريبا نفس الشعور والله. طبعا جيتسكي بالحقيقة اولا يكون مي يطرش عليك من كل مكان ويقعد وهذا. بس غير كذا نفس الشيء.
اوه ايوه خلينا نجي مع الموجة مع الموجة كذا. اقفز يا ولد. ايوه اوه اوكي شباب اظن اقدر اركب قطار الموت في الفي ار راح يكون تجربة رهيبة. فخلنا نروح. صدقوني بس تلعب جي تي اي كذا راح تدقق بتفاصيل اي واحد كأنه واحد قدامك قاعد يتمشى. تستري يا مرأة تستري. او لا 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 مو ناقصني شرطة مو ناقصني شرطة. انا اسف انا اسف مو ناقصني شرطة. هنا الشرطة مع الفي ار مستحيلة. خلني اتخبى. في مدينة الملاهي انا حاليا. اقدر اركب هذا على ما اظن بس ابي اركب قطار الموت. اوكي شباب خلينا نركب بقطار الموت ونقول بسم الله. حاسس اني ما راح استحملها او راح ادوخ بس خلينا نشوف. اوكي اوه لا 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 شوي 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 شوي. اوه اوه اوكي 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 لا 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 شوي 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 شوي. هو لا 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 دخت دخت مو طبيعي. اوكي شباب ارتحت حاليا شوي. خلنا نطلع من الحديقة وابي اوكي خلنا نسوق السيارة. ابي حاليا اروح اسوق طياره فابي اروح على طياره. سكر الباب يا خوي. ايوه او لا 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 راح على الشارع. يمين 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 يمين. او في واحد قاعد يسرق. في حرامي هنا لازم ادعسه. ثواني في حرامي قاعد يمشي. تعال 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 يا حرامي تعال يا حرامي. ايوه اي لما تشوفوا اي حرامي في الشارع كذا سووا معاه. لا امزح امزح. الله على القيادة المحترفة. ما راح اخبط في ولا سيارة بين ما اوصل على طريقي. هي 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 ما خبط. خبط في الجدار. ايوه ما خبط في سيارة عادي الوضع. ويلا خلنا نجرب. اقدر اسوق في المقود؟ لا للاسف ما اقدر. فراح نضطر نرجع للكنترولر. والفي ار شيء خرافي. واو والله من جد واو. تجربة الهليكوبتر شيء رهيب. طبعا الرهيب منكم اللي راح يعرف هالموسيقى وين سمعتوها قبل. هالموسيقى اللي شغالة بالخلفية اكتبوا لنا في التعليقات. يا رباه واو اوه وصلنا على الجبال. ابي اجرب شعور اني انط من الهليكوبتر بالفي ار. حاس حالي راح يكون شعور مخيف. اوكي يا شباب انا حاليا حرفيا فوق الغيوم. خلاص هذا اعلى شيء اقدر اطلع له. فبسم الله راح انط مع اني حاسس اني ما راح اتحمل وراح اشيل النظارة بس نجرب. هو هو اوكي 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 اوكي. انا ما سويت سكاي دايف بالحقيقة بس اظن ما في داعي اسويه وقاعد اسويه هنا في اللعبة. اوه اوكي افتح افتح. اوكي هاي المظلة فوق والامور تمام. ابي اجرب هالسيارة. تعال 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 تعال. لا لا ابي اسرق هالسيارة سريع. عليه شرطة. ليش عليه شرطة؟ شو سويت؟ ما ادري ليش عليه شرطة بس يلا ما عندي مشكلة. نهرب من الشرطة نجمة واحدة سهلة. ايوه امشي يا واد. نهرب من الشرطة. صاروا نجمتين. شو قاعد اسوي؟ ليش؟
صحيح اني اخذت سيارة وسرقتها، بس يعني مو لهالدرجة تخلوا لي لجنتين. تعرفوا ايش؟ مو بنا اللي اهرب من الشرطة. كمان مذفكر، تعالوا القوا انت وياه. اوكي شباب، كذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. خلنا بس نفجر السيارة. اتمنى اذا ودكم فيديوهات في ار اكثر، او اني العب جي تي اي مره ثانيه بالفي ار مع مودات ثانيه، اتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات. واتمنى بنهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك. وبس، كان معكم الشركي ايهال بالشركي كي. نشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.